السلام عليكم متتبعينا الكرام، أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوت كوم. كل ما عليك هو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله. هذه أبرز العناوين. حسين خرج يكشف عن موقف حمد الله وحكيم زياش من العودة إلى المنتخب المغربي. كشف الدولي المغربي السابق حسين خرجة عن مستجدات جديدة بخصوص نجم تشيلسي حكيم زياش، وكاد مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله بشأن إمكانية التحاقهم بالمنتخب المغربي في مونديال قطر. وقال إن حكيم زياش كان سعيدا بالتأهل للمنتخب المغربي لكأس العالم، وأؤكد لكم أننا تواصلنا بعد المباراة حيث قام بتهنئة الفريق بعد المباراة، ويمكن القول أن سعادته بصعود المنتخب المغربي كانت غارمة. وبخصوص عبد الرزاق حمد الله، قال بأنه يتواصل معه دائما، وقيل العديد من الأشياء حيل موضوعه وشخصيا لست على علم بما يجري، ماذا عساي أن أقول، إنه لاعب جاهز ومستعد دائما في حال طلبه للمنتخب المغربي. شكرا على حسن المشاهدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.